وهلا بنحكي عن منصة التويتر، منصة قوية جدا وللأسف مظلوم حقها عندنا في الأردن، ولكن قوية جدا في الخليج مستخدمينها بشكل كبير، والسعودية تعتبر من أكبر الدول في العالم استخداما للتويتر. في ثلاث خواص في تويتر مهمين جدا مستخدمين في الغرب أكثر من عندنا، فحاب أحكي عنهم باختصار. أول خاصية اللي هي القوائم الليست. القوائم في نوعين، قوائم خاصة وقوائم عامة، يعني الخصوصية تبعتهم خاصة ما حدا بشوفها إذا أنت موجودة عندك، ومين ما بتضيفه ما بيعرف أنك أنت ضفته على القائمة هذه، وإذا كانت عامة كل الناس بشوفوا القائمة هذه، ومين ما بتضيفه بوصلوا تنبيه أنك أنت ضفته للقائمة هذه. فأنا ممكن بدل ما يكون عندي التايم لاين مواضيع مختلفة وتغريدات مختلفة، ممكن أسوي قوائم متخصصة في مواضيع مختلفة، فبسوي قائمة مثلا جماعة السوشيال ميديا، قائمة مثلا للناس اللي بيحبوا السفر، قائمة للناس اللي بيحبوا الرياضة، فبصير عندي قوائم بمواضيع مختلفة من اختياري أنا. هاي أول نوع خاصية. تاني نوع اللي هي مومنتس. أنا ممكن أسوي مومنت، المومنت يعني عبارة عن قصة، ممكن أبني قصة لحدث عالمي صار مثلا أمس، وأجمع التغريدات من مصادر مختلفة وأبني القصة هذه وأسوي لها سيف، وبعدين بنشر رابط واحد للقصة هذه بحكي هذه التغريدات اللي صارت أمس حسب الحدث الفلاني. فهذه برضو ممتازة، ممكن تكون لحدث عالمي، ممكن تكون لمؤتمر، مجريات أو مخرجات مثلا مؤتمر، فبجمع التغريدات مني ومن أشخاص مختلفين اللي بيحكوا عن قصة المؤتمر أو شو صار بالمؤتمر أمس. وآخر خاصية اللي هي خاصية التويتر شات. تويتر شات عبارة عن مقابلة على التويتر. في كل العالم موجود تويتر شات في أكثر من موضوع، فموجود مثلا كل يوم 4 الساعة 7 مثلا عم بيحكوا عن تويتر شات، كيف ممكن تربي أولادك أو كيف ممكن تعلمهم في البيت، ففي مواضيع مختلفة بكل الأنحاء. للأسف هذه مش موجودة في الدول العربية أو باللغة العربية، فأنا بنصح أنه نستخدم التويتر شات في مواضيع نقاشية إيجابية وبناءة باللغة العربية عشان نثري اللغة العربية على التويتر.